موقع فيجي كونتيب امر حاب نكون في حوار مع سعد العثماني رئيس المجلس الوطني حزب العداله التنميه، وذلك عقب اكتتاب اشغال الدور العاجيه دور الفقيه عبد الله. مرحبا بك دكتور. مرحبا، اهلا وسهلا. السؤال الاول، كيف مرت اجواء اشغال هذه الدوره العاجيه؟ الحمد لله هذه الدوره مرت في جو عالي من المسؤوليه، ومن اولا الحضور كان مكثف، حضر ما يقرب من 85% من أعضاء المجلس الوطني، وهذا حضور قياسي. وأيضا كان هناك نقاش مسؤول، سواء تعلق الأمر بتقييم أداء الحزب أو أداء الأمانة العامة وقيادة الحزب في المرحلة الماضية، أو مناقشة أداء وزراء الحزب والعمل الحكومي، أو مناقشة برنامج الحزب في السنة المقبلة. كانت هذا النقاش على المستوى السياسي وعلى المستوى التنظيمي مر في أجواء عالية. بطبيعة الحال المجلس الوطني كيشكل واحد الجهة اللي مكلفة بتقييم عمل الحزب وبمتابعته، فلذلك هي كتقوم بهذا الدور. ثم جميع الوثائق والأوراق التي صادق على الحزب صادق على المجلس الوطني صادق عليها بناء على مقترحات لجان المجلس الوطني، وكان هناك التصويت بنعم أو بلا المقترحات التي وردت أو التوصيات، ولكن المهم كان الجو جو عالي من المسؤولية. كيف كان تقييم أداء الحزب ووزراء الحزب المرحلة الماضية، ثم ماذا عن برنامج الحزب في هذه المرحلة؟ سيصدر بيان ختامي عن المجلس الوطني. هذا البيان الختامي كما صدق عليه المجلس الوطني يتمن عمل الحكومة، ويتمن التوجهات العامة التي طبعت هذا العمل، وأيضا يتمن جهود أعضاء الحزب وهيئة الحزب، سواء تعلق الأمر بالأمانة العامة أو الفريق النيابي، أو تعلق الأمر بمناضل الحزب في مختلف الأقاليم. نظن بأن الحزب استمر في التعبئة التي كان عليها قبل الانتخابات 2011، استطاع أن ينجح عديد من الأوراش وأن يتابعها. تواصله مع المواطنين كان جيد، وعلى الرغم من أن المجلس الوطني طالب برفع درجة التواصل ونوعية التواصل مع المواطنين. وأيضا بالنسبة لبرنامج الحزب، هو سينصب في المرحلة المقبلة إضافة إلى الأوراش التقليدية لعمل أي حزب سياسي، هناك الاستعداد للانتخابات الجهوية والمحلية، لأن هي اللي غيطبع سنة 2015، وبالتالي المجلس ناقش من حيث العموم استراتيجية الحزب في المرحلة المقبلة بالنسبة لإعداد هذه الانتخابات، وأيضا صادق على مسطرة اختيار مرشح الحزب في هذه الانتخابات. ما هي أهم توصيات هذه الدورة؟ الدورة حفلت بالتوصيات، هي ليست يصعب أن نلخصها. والتوصيات همت أولا المجال السياسي، وهمت المجال الإعلامي، وهمت المجال التنظيمي، وهمت مجال إعداد الانتخابات. في كل مرحلة، في كل محطة، وفي كل مستوى هناك توصيات. وعموما التوصيات تطالب هيئة الحزب برفع درجة التأهب ووتيرة عمل الحزب، وخصوصا فيما يخص التواصل مع المواطنين واستثمار الأدوات الإعلامية المتوفرة لشرح أداء الحكومة وشرح الإنجازات التي تقوم بها الحكومة، وأيضا الرد على خصوم الحزب، لأن هناك كثير من الجهات سواء سياسية أو إعلامية تحاول أن تشوه الحزب أو تهاجمه، فلا بد من أن نرد ليعرف المواطنون الحقيقة وليقارنوا بين الأطروحات. لكن إن لم تكن أطروحاتنا موجودة فالمواطنين لن يقارنوا. فأهم شيء ركز عليه المجلس الوطني هو رفع مستوى إذن التواصل الإعلامي. كلمة أخيرة لمناضلي الحزب. أظن بأنه الحزب اليوم في واحد مرحلة مهمة من تاريخه، استطاع أن عبر مراحل متتالية أن يصل إلى ما هو عليه، ليصبح الحزب الأول حسب الانتخابات الأخيرة، وليرأس الحكومة، وليصبح حزب له حضوره في الساحة السياسية الوطنية، ولكن أيضا معروف جهويا ودوليا. فبالتالي هذه مسؤولية كبيرة، وجميع أعضاء الحزب يتحملون هذه المسؤولية. جميع أعضاء الحزب ساهموا في هذا الإنجاز، وجميع أعضاء الحزب يتحملوا فيها المسؤولية. فنحن نتمنى أن تزداد درجة الحضور واليقظة والنضالية والعمل والوطنية لدى عموم أعضاء الحزب، لأن الأوراش التي تنتظرنا في المستقبل هي أوراش مهمة جدا. وكأني أقول بأنه في الحقيقة معركة الإصلاح السياسي
بشموليتها أو الإصلاحات التي يخوضها المغرب بلدنا هي في بدايتها. صحيح تجاوزنا واحد مجموعة ديال المحطات مهمة، ولكن نحن في البداية فقط، باقي إصلاحات جذرية عميقة على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي تنتظرنا، وأهم ما فيها تطبيق الدستور بطريقة سليمة وبأعلى درجة من التأويل الديمقراطي للدستور. ثانيا مواصلة هذه الإصلاحات على المستوى الديمقراطي، رفع درجة الديمقراطية الوطنية لتكون مستجيبة أكثر لتطلعات المواطنين. ثالثا على المستوى الاقتصادي، إخراج المغرب من الوضعية التي كان فيها معتمد على قطاعات مثل القطاع الفلاحي فقط إلى التنويع مصادره ومرتكزاته الاقتصادية، تقوية درجة الصناعة في الناتج الداخلي الخام، وعلى المستوى الاجتماعي الاستفادة مما هو متاح من تحول التطور الاقتصادي ليستفيد منه جميع المغاربة، يعني أقصى درجة من العدالة الاجتماعية. وأظن بأن هذا هو المضمن في اسم العدالة والتنمية، حزب العدالة والتنمية، العدالة الاقتصادية، العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. شكرا جزيلا على الحوار لكم، تحية لقراء في فرق الآخر.